أكبر الطيور المحلقة في العالم، تطير بهيبة فوق محيطات الأرض. إنها الباتروس، صاحبة أطول جناحين في مملكة الطيور، إذ يبلغ طول جناحيها 3.4 أمتار، وبإمكانها الطيران لمدة عام دون أن تطأ قدمها الأرض. ورغم كونه طائراً بحرياً بجدارة، إلا أنه يجيد الغوص عميقاً. يمتلك غدة فوق عينه تؤدي وظيفة مثل وظيفة الكلية عند البشر، بحيث يستطيع شرب الماء المالح ثم يفرز الملح عن طريق منخاره. تعيش طيور الباتروس حياة طويلة تصل إلى 66 عاماً، ونظراً لكون الأنثى تنتقي ذكراً واحداً للتزاوج مدى الحياة، فقد استحقت لقب الطيور الأكثر رومانسية بين الطيور البحرية. فاختيار شريك الحياة قرار مصيري، لذا يقوم الذكر بأداء رقصة معقدة لإغراء الأنثى التي يأمل أن تقبل به شريكاً لها. لكن ما إن تنجح العملية ويتحد الطرفان في زواج أبدي، فإنهما يفترقان ليخوض كل منهما رحلة فوق المحيط. ولا يجتمعان إلا لفترات قصيرة ضمن مناطق التعشيش، حيث يعتنيان بالبيضة حتى تفقس ويشتد عود الصغير، فتغادر العائلة العش كل في حال سبيله. رصد العلماء مؤخراً حالات انفصال متزايدة بين طيور القطرس، وثم ربطها بارتفاع هرمون التوتر نتيجة لتغير المناخ. فهل تنجح طيور القطرس في الاحتفاظ بلقبها الرومانسي رغم ضغوطات الحياة؟ إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناة أسرار وعجائب البحار ليصلك كل جديد.